بروفيسور، أهلا بك، صباح الخير. صباح الخير سيدي الكريم. نتحدث عن هذا التقرير وهذه الأرقام الاستشرافية فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر. التقرير يتحدث بأرقام واضحة وصريحة، تحدث عن صدارة دول شمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر آفاق عام 2050، وبصادرات سنوية تتخطى 100 مليار دولار. ما مدى مطابقة هذه الأرقام وما ذهب إليه هذا التقرير مع توقعات مستقبل هذه الطاقة النظيفة الهيدروجين الأخضر؟ نعم سيدي الكريم، أعتقد أن في ظل ما يعيشه العالم حاليا وخصوصا الأزمة الروسية الأوكرانية، يعني الأمور يعني أصبحت واضحة، وأصبح تنافس على ما يسمى بالطاقات البديلة، الطاقات المتجددة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر. والاتحاد الأوروبي يعني هو يتسارع يمينا وشمالا للبحث عن، كما أقول، يعني عن ما يسمى بمراكز لتوليد هذا النوع من الطاقات النظيفة، التي هي الهيدروجين الأخضر. يعني فعلا يعني إفريقيا اليوم أصبحت محل أطماع للاتحاد الأوروبي، وأصبحت قبلة بخصوص هذه الطاقة البديلة. الجزائر يعني سيدي كما تفضلتم في تقريركم، يعني هي كذلك ضمن هذه النقاط الواعدة في مجال الهيدروجين الأخضر. ممتاز. سنتحدث أيضا حول طبعا الجزائر، أطلقت مؤخرا استراتيجية وطنية تطوير الهيدروجين الأخضر. لكن بروفيسور، عندما نتحدث عن صادرات بأكثر من 100 مليار دولار لدول شمال إفريقيا، وهنا نتحدث بشكل أساسي ومباشر عن الجزائر، الدولة الأهم المرتقب أن تؤدي هذا الدور الكبير في تصدير الهيدروجين الأخضر مع الاستثمارات أيضا المخصصة لهذا القطاع، هل سيكون الهيدروجين الأخضر هو طاقة المستقبل ونفط المستقبل إن صح التعبير بالنسبة للجزائر؟ نعم، الجزائر كما يعلم الخاص والعام أن لها كل المؤهلات لتكون لاعبا إقليميا ورئيسيا في تطوير والاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر. لماذا؟ أولا الموقع الجغرافي وامتلاكها لأكبر الكمونات الشمسية في العالم، يعني وهذا معروف لأن الصحراء الجزائرية هي من أكبر الصحارى على المستوى العالمي بمساحة تفوق 200 مليون هكتار. هذه واحد. رقم اثنين القرب من الأسواق الأوروبية، وثالثا شبكات النقل والبنى التحتية. يعني هذه يعني باختصار المؤهلات التي تجعل الجزائر كما قلت تجعلها يعني أن تكون قطبا رئيسا وأن تكون يعني إقليما لتطوير والاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر. ممتاز. طبعا هذه كلها مفاهيم بالنسبة لنا وأيضا للمشاهد جديدة فيما يخص الطاقات النظيفة، الطاقات الجديدة. نتحدث عن الهيدروجين الأخضر، الهيدروجين الأزرق وغيرها من المصطلحات التقنية. بتبسيط للمشاهد بروفيسور، ما هي هذه الطاقة الهيدروجين الأخضر، آليات توليدها وإنتاجها أيضا؟ إذن أولا لكي يفهم المشاهد الكريم بأن هذه المصطلحات اللونية أو مصطلحات الألوان ما هي فقط إلا لتحديد عملية إنتاج الهيدروجين وفقا لكمية CO2 المنبعثة. إذن يعني باختصار الهيدروجين يتفق عليه التقنيون أن عنده 7 ألوان. عندنا الهيدروجين الرمادي الذي يمكن إنتاجه عن طريق المصادر الأحفورية، عندنا كذلك لكن هذا الإنتاج للهيدروجين الرمادي مصحوب بانبعاث CO2. عندنا الهيدروجين الأزرق الذي يمكن إنتاجه كذلك عن المصادر الأحفورية، لكن خصوصيته أنه يمكن التقاط CO2. الهيدروجين الفيروزي الذي هو كذلك عن طريق الهيدروكربونات أو المصادر الأحفورية، إلا أن التقنية الكيميائية تتغير بالنسبة للأولين.
ثم لدينا الهيدروجين الأسود والهيدروجين البني الذي يمكن الحصول عليهم عن طريق العملية الكيميائية بالفحم، وكذلك لدينا الهيدروجين الأصفر الأصفر والأخضر. بالنسبة للأصفر نستخدم التحليل الكهربائي للماء، ولكن المصدر الطاقوي هو نووي. بالنسبة للهيدروجين الأخضر هو الذي نتكلم عليه اليوم، هو التحليل الكهربائي للماء، ولكن المصادر هي مصادر متجددة. والمصادر المتجددة اليوم إذا تكلمنا عن الجزائر، الأولوية الأولى هي الطاقة الشمسية. أننا نستخدم ما يسمى بالتحليل الكهربائي للماء، التحليل الكهربائي للماء بمصدر طاقوي متجدد، والطاقة الشمسية الجزائر كما قلت يعني لها يعني كل المؤهلات، وبالتالي الهيدروجين الذي نتحصل عليه هو هيدروجين نظيف غير ملوث للبيئة ويسمى بالهيدروجين الأخضر. أعيد كل هذه الألوان هي فقط مصطلحات لتحديد عملية إنتاج الهيدروجين لا غير، يعني لا يوجد هيدروجين أخضر وأزرق، فقط العمليات الكيميائية هي التي تركتنا نصنف هذه الألوان. الآن فيما يخص هذه الطاقة من ناحية المدخلات الإنتاج أو طريقة الإنتاج، هل نتحدث عن طاقة نظيفة مستدامة 100% ولا تدخل فيها عوامل التلويث في مختلف مراحل الإنتاج؟ نعم، إذن كما قلت، كما يعني سؤالكم السابق هو ما يسمى بأنواع الهيدروجين. إذا تكلمنا على أنواع الهيدروجين، إذا كان الهيدروجين الأخضر، الهيدروجين الأخضر مصادره متجددة، عفوا يعني التحليل الكهربائي باستخدام مصادر متجددة، إذا هنا نتكلم على الهيدروجين النظيف يعني غير ملوث للجو. بالنسبة للأصناف الأخرى من الهيدروجين الأزرق والبني والرمادي إلى غيرها، فهي تبقى ملوثة للجو. فقط ربما السؤال المطروح هي قضية التكلفة. نعم ممتاز. سنتحدث عن تكلفة في قضية تنافسية الجزائر سواء لتصدير هذه الطاقة، وأيضا نتحدث عن استقطاب الاستثمارات الواعدة في هذا القطاع بروفيسور. فيما يخص إنتاج هذه الطاقة، عندما نتحدث عن بديل طاقوي مستدام، عندما نتحدث عن قدرة إنتاج بالنسبة للجزائر وقدرة التصدير في مرحلة سابقة، الجزائر أيضا ربما استبقت هذه المشاريع كلها في الحديث مع الجانب الإيطالي خلال طبعا زيارة رئيس الوزراء الإيطالية إلى الجزائر، فيما يخص أيضا ربط إيطاليا أيضا بأنبوب لنقل الهيدروجين الأخضر إلى إيطاليا. إذن كلها هي خطوات استشرافية واستباقية بالنسبة للجزائر لإنتاج هذه الطاقة الهيدروجين الأخضر وأيضا تصديرها إلى الضفة الأوروبية. بروفيسور، هل الجزائر على ضوء هذه الاستراتيجية التي سطرتها، تحدث عن استراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين، وأيضا على ضوء ما ذكرت أن الجزائر استبقت هذا المشروع أو الاستثمارات المرتقبة في القطاع بأيضا محادثات ومشروع ضخم مع الجانب الإيطالي لنقل الهيدروجين عبر أنبوب مباشر للضفة الأوروبية طبعا الذي سيمر عبر إيطاليا، هل الجزائر على ضوء كل هذا قادرة على إنتاج كميات ضخمة من الهيدروجين الأخضر وأن تكون المصدر والمنتج الأبرز في المنطقة؟ إذن فعلا يعني الجزائر هي يعني معضوب اللي في الآونة الأخيرة وضعت استراتيجية لتطوير هذا القطاع، يعني قطاع الهيدروجين الأخضر وفق شراكة أجنبية، أليس كذلك؟ وهذه الشراكة الأجنبية يعني هي شراكة مربحة للطرفين. فالمشروع الواعد الذي تبنته الدولة الجزائرية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر مع الاتحاد الأوروبي عبر بوابة إيطاليا
هو مشروع يجب يعني أقولها يعني بصفتك مختص، يعني في بداية الأمر يعني على المدى القصير والمتوسط يجب أن نستعين بالخبرات الأجنبية شئنا أم أبينا. فهذه السياسة التي انتهجتها الدولة الجزائرية هي سياسة سليمة جدا، هي ما يسمى بالشراكة المربحة، وأن يكون تكون الجزائر مصدرة للهيدروجين الأخضر للاتحاد الأوروبي عبر بوابة إيطاليا. فهذا المشروع هو مشروع مربح بامتياز. من ناحية التقنية الآن بروفيسور، التقنية المتاحة حاليا وآخر التقنيات المستخدمة والمستعملة في تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر، طبعا هو مجال خصب يخضع دائما للتطوير والبحث والاستشراف، هل تسمح التقنيات المتاحة الآن والتي تستغل الآن في معظم الاستثمارات عبر العالم، تسمح بإنتاج كميات ضخمة من الهيدروجين الأخضر بما يتيح لهذه الاستثمارات في الجزائر بأن تنتج كميات ضخمة وتصدرها في سنوات قادمة؟ نعم، إذا بالنسبة للهيدروجين الأخضر، عندما نتكلم على الهيدروجين الأخضر نتكلم على ثلاث أمور أساسية. أولا إنتاج الهيدروجين الأخضر يحتاج ثلاث أمور أساسية. أولا يحتاج الماء المصدر الأول، اثنين الطاقة، وثالثا المحلل الكهربائي أو ما يسمى بالإلكتروليزر. إذا بالنسبة للجزائر، إذا تكلمنا على الطاقة، تكلمنا على الطاقة المتجددة قلتها منذ قليل، يعني لنا كل المؤهلات، أليس كذلك؟ بالنسبة للمياه ربما أدخل في التفاصيل، بالنسبة للمياه هناك مصادر مائية نتكلم عليه، إما عن طريق ما يسمى بتحلية مياه البحر أو ربما نستخدم ما يسمى بمصادر أخرى للمياه، حتى يعني أنها ربما بحجم أقل ولكنها ربما ستكون حلا يعني ما يسمى لا مركزي في بعض المناطق. نتكلم على ما يسمى بمياه الصرف الصحي، وهذا مشروع يعني أنا يعني شخصيا يعني قمت بهذا المشروع، ما يسمى ب استخدام تحلية أو تصفية مياه الصرف الصحي واستغلالها لما يسمى إنتاج الهيدروجين الأخضر، رغم أن يعني الكمية قليلة. إذا هذه اثنين. ثالثا ما يسمى بالمحلل الكهربائي. إذا تكلمنا على المحلل الكهربائي نتكلم على التكنولوجيا. هنا التكنولوجيا التي هي في العالم يتنافس عليها أو تتنافس عليها الدول هي تطوير المحلل الكهربائي. لأن المحلل الكهربائي هو حجر الأساس، هو حجر الأساس، لأنه منه نتكلم على ما يسمى بالأسعار التنافسية للهيدروجين الأخضر. أليس كذلك؟ إذا نحن نتكلم اليوم على ثلاث ركائز: الماء والطاقة والمحلل الكهربائي. الجزائر كما قلت الماء والطاقة الحمد لله، نحن اليوم بحاجة إلى خبرات وكفاءات في ما يسمى بالتحول التكنولوجي للركيزة الثالثة ألا وهي المحللات الكهربائية. نعم، المحللات الكهربائية ما يسمى بالإلكتروليزر. ممتاز. نفس التقرير لشركة ديلويت الاستشارات أشار إلى أن هناك نحو 1000 مشروع متعلق بالهيدروجين عبر العالم قيد الإنشاء والإنجاز، وأوضحت أن هذه المشاريع معظمها ستكون حيز الخدمة بحلول أو أفاق عام 2030 وتتطلب استثمارات بحوالي 300 مليار دولار. الآن هل ازدادت القناعة عبر دول العالم بعد الأزمة في أوكرانيا إلى الحاجة إلى الذهاب سريعا إلى هذا النوع من الاستثمارات؟ طبعا ذات التقرير أشار إلى أن الأزمة في أوكرانيا دفعت بالدول الأوروبية أساسا والولايات المتحدة إلى ضخ استثمارات إضافية في هذا القطاع وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر. هي فرصة للجزائر أيضا، حيث كشف مؤخرا مدير دراسة الاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم ميلود مجلد أن الجزائر رصدت من 20 إلى 25 مليار دولار أيضا كميزانية أو كغلاف مالي سيضخ في استثمارات الهيدروجين الأخضر. هل ستسمح هذه المشاريع بأن تتبوأ الجزائر مشاريع الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر في السنوات المقبلة في المنطقة؟
نعم، إذا تتكلموا على النطاق العالمي للاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، يعني أصبح واضحا أن اليوم الدول تتنافس على الريادة لأسعار تنافسية في مجال الهيدروجين الأخضر. وربما نشوف الاتحاد الأوروبي في عام 2020 دار ما يسمى بالاستراتيجية التي نسميها الصفقة الخضراء الأوروبية، وهي يعني خطة تقترح التحول إلى الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050 من خلال الإنتاج المحلي وكذلك من خلال ما يسمى بالإمداد من إفريقيا. هذه واحد. اثنين، بالنسبة للجزائر، يعني الجزائر عازمة اليوم، عازمة للاستثمار والمضي قدما في فتح هذه الورشة الكبيرة، أنا أسميها ورشة كبيرة وورشة واعدة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر. سيدي الكريم، هناك أمر آخر أساسي، الجزائر كذلك تحترم البروتوكولات المناخية، فهذا المشروع الضخم، المشروع الكبير، يدخل ضمن ما يسمى بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وكذلك يستجيب للأهداف الأممية 17 التي تبنتها الأمم المتحدة في 2015، ولا سيما الهدف التابع الذي يتكلم على الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، وكذلك الهدف 13 الذي يتكلم على ما يسمى بالعمل المناخي. ممتاز. طبعا هذه المشاريع التي رصدتها الجزائر تأتي أيضا مع مساعي الجزائر لتنمية صادراتها وتنمية قدراتها الإنتاجية في قطاع الغاز أساسا والنفط، ومع مشاريع الطاقات النظيفة. هل بهذا تخرق الجزائر مزيجا من الطاقة أو الإنتاج الطاقوي، بما يسمح لها أيضا بأن تكون في الصدارة سواء من ناحية الطاقات التقليدية الغاز والنفط، وأيضا نتحدث الآن عن مشاريع الطاقات النظيفة ليس فقط الهيدروجين الأخضر، طاقة الرياح، الشمس وغيرها؟ نعم، السؤال يعني جد وجيه أخي مولود، يعني ربما هذا السؤال يجرني أن أتكلم إلى ما يسمى بالانتقال الطاقوي، ربما سؤالكم يجرني أن أتكلم عن سؤال يطرح بصيغة أخرى، ما هو النموذج الأمثل بالنسبة للجزائر بخصوص الانتقال الطاقوي؟ صحيح. سيدي الكريم، يجب أن نعرف أننا نمتلك ما نمتلك من الطاقات الأحفورية، أليس كذلك؟ صحيح. يعني أن الجزائر لديها، الحمد لله، الحمد لله، لديها ما لديها من الطاقات الأحفورية، هذه واحد. اثنين، يجب أن نحافظ على هذه الطاقات الأحفورية. يجب أنه لا يمكن في بين عشية وضحاها أن نتخلى على هذه الطاقات الأحفورية وأن ننتقل إلى الطاقات النظيفة. أولا يجب أن نحافظ على هذه الطاقات الأحفورية، وكذلك يجب أن نحضر للمستقبل الذي هو مستقبل الطاقات النظيفة المتجددة. النموذج الأمثل بالنسبة للجزائر هو النموذج السلس، يعني أن نحافظ على ما نمتلكه من الطاقات الأحفورية وأن نحضر للمستقبل للطاقات المتجددة في ظل تنمية مستدامة. أن نحن نمتلك طاقات أحفورية، وهذا ربما يجرني أن نتكلم على أمر مهم جدا وهو الهيدروجين الأزرق. سيدي الكريم، نحن نمتلك الطاقات الأحفورية من غاز طبيعي، والغاز الطبيعي هذا يمكن أن نطور وأن نستعين بالخبرات الأجنبية لما يسمى إنتاج الهيدروجين الأزرق بالتقاط الـCO2، وهذا كذلك يمكن الاستفادة منه. إذا نتكلم صحيح على الهيدروجين الأخضر سيدي الكريم، ولكن لا ننسى أن الجزائر تمتلك ما تمتلك من الطاقات الأحفورية ولا سيما الغاز الطبيعي. صحيح. يمكن الاستفادة و من التكنولوجيا ما يسمى تكنولوجيا الالتقاط CO2 لإنتاج الهيدروجين الأزرق، وهذا الهيدروجين الأزرق له فوائد كبيرة ويمكن أن يدفع مضيا بالاقتصاد الوطني. أقولها وأكررها، لا يمكن بين عشية وضحاها أن نتخلى على الطاقات الأحفورية، بل نحافظ عليها بما يسمى بترشيد الطاقة. ممتاز ممتاز. ترشيد الطاقة هو مطلب ملح الآن في كل الدول، سواء من الحفاظ على القدرات الإنتاجية، الحفاظ على الاحتياطات، والحفاظ على قدرة التصدير أيضا بالنسبة
للدول المصدرة للنفط والغاز وحتى الطاقة الكهربائية طبعا. الآن فيما يخص بروفيسور استقطاب الاستثمارات الأجنبية فيه تسارع وتسابق بين الدول فيما يخص هذا النوع من الاستثمارات في الطاقات النظيفة. بالنسبة للحالة الجزائرية، هل اليوم الجزائر باتت قبلة لهذه الاستثمارات أو لديها الامتيازات التي تسمح باستقطاب استثمارات ضخمة في القطاع إذا ما وفرنا لها البيئة القانونية وأيضا التحفيزات الضرورية؟ نعم، إذا هذا يعني صحيح، وهذا كذلك أقول بأنه سؤال يعني جوهري وهام. هنا نتكلم على ما يسمى بالإطار التنظيمي. الإطار التنظيمي يجب ما يسمى بتحليل المنظومة التشريعية في هذا المجال. صحيح أن هناك قاعدة 51/49 في ربما قد تم يعني ما يسمى ب نقول تصحيحها إن شئتم، تصحيحها لأنها كانت تمثل يعني عائقا كبيرا للاستثمار. فالجزائر يعني في الآونة الأخيرة تم تصحيح هذه القاعدة أو إن شئتم تحيين المنظومة التشريعية للمضي في الاستثمار، لكن ما زال هناك عمل كبير للإطار التنظيمي لتشجيع الاستثمار وفتح الأبواب للمستثمرين الأجانب لكي يعني تكون الأمور تمشي بصفة سلسة طبعا في جو مربح للطرفين. طبعا كان الجزائر دعت في أكثر من منصة وأكثر من فرصة الجانب الأوروبي أساسا إلى الاستثمار أكثر في الجزائر في قطاع الطاقة، بما يتيح للجزائر تصدير كميات أكبر أساسا في قطاع الغاز. طبعا هي دعوة مفتوحة للجانب الأوروبي لبعث هذا النوع من الاستثمارات، لأنه هذه الطاقة ستعزز بشكل مباشر الأمن الطاقوي وتلبي حاجيات الأسواق الأوروبية بشكل مباشر ما دامت هذه الأسواق هي وجهة الصادرات الجزائرية من الطاقة. حتى الجزائر في قطاع الإنتاج الطاقة الكهربائية أيضا والطاقة الشمسية أحيت بصيغة أو بأخرى مشروع سولار لإنتاج طبعا المكلفة به حاليا شركة سونالغاز، على ضوء ما ذكرنا أيضا من استثمارات مرتقبة في قطاع أو الهيدروجين الأخضر وأيضا الاستثمارات المكثفة في قطاع الغاز. هل الجزائر في الدرب الصحيح للمضي سريعا في إحقاق هذا الانتقال الطاقوي؟ نعم، الجزائر تشوف يعني قلت السياسة التي تنتهجها الدولة الجزائرية حاليا هي سياسة يعني تبشر بالخير والحمد لله، يعني ونحن نستبشر خيرا من خلال هذه. إذا كما تفضلتم هناك يعني مشاريع، اسمح لي نرجع شوية للوراء سيدي الكريم. تفضل. يعني فيما مضى تكلمنا على ما يسمى بمشروع 22 ألف ميجاوات، يعني في 2016 و2013 و2012 22 ألف ميجاوات، هذا المشروع الذي للأسف الشديد يعني قد خطى بخطى ضعيفة جدا ولم يحقق منه إلا ممكن 2% أو أقل. يعني هذا المشروع الذي كنا نتكلم عليه وكنا نطمح أن يكون هناك توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 40%، لكن للأسف الشديد هذا المشروع لم يرى النور، يعني لم يتعدى أو تتعدى نسبته 2%. الحمد لله يعني في الآونة الأخيرة يعني هناك هذه المشاريع التي تم تبنيها من قبل الدولة الجزائرية، ولا سيما مشروع سولار، حتى يعني أن هناك يعني هناك مراجعة، ولكن الحقيقة يعني القاطرة راهي تمشي. ومؤخرا نتكلم على مشروع 2 جيجاوات وهو في مرحلته الأخيرة، يعني تم يعني أقول يعني في مرحلته الأخيرة، وإن شاء الله نتمنى أن يكون الإنجاز أو يتم الشروع بالإنجاز في أقرب الأجل. ونحن دائما نقولها ونكررها أن هذه المشاريع هي المشكلة في البداية، يجب أن تكون هناك بداية صحيحة وأن تكون بداية مبنية على أسس صحيحة لكي نمضي يعني قدما فيما يسمى بالانتقال الطاقوي. هذا الانتقال الطاقوي الذي أصبح حتمية، يعني اليوم شئنا أم أبينا يجب أن ندخل ما يسمى بديناميكية الانتقال الطاقوي التي أصبحت حتمية. بالنسبة للجزائر يعني هي تنهج نهجا صحيحا
لما يسمى بالانتقال الطاقوي الآمن من أجل أمنها الطاقوي. والجزائر اليوم أصبحت قبلة للعالم، وإن شاء الله تكون خطبا طاقويا بنتيا. ممتاز ممتاز، طبعا هذا هو المنتظر. الحكومة الجزائرية شكلت شهر ماي الماضي لجنة وزارية مشتركة تجمع كل من وزارة طبعا الطاقة والمناجم والتعليم العالي والبحث العلمي. بروفيسور، هنا أتحدث عن هذه المزاوجة أو هذه اللجنة المشتركة، أهمية فيما يخص فيما تعلق الآن بقطاع التعليم العالي، أهمية الآن الذهاب إلى خلينا نقول ضمان تكوين متخصص في قطاع الهيدروجين الأخضر وأيضا الطاقات النظيفة الطاقات المتجددة. هنا نتحدث أيضا عن ضمان المورد البشري المؤهل لمواكبة أو مرافقة هذه الاستثمارات المزمع بعثها في قطاع الطاقات النظيفة. أيضا وزارة التعليم العالي الآن استبقت ربما كل هذه المشاريع بضمان تخصصات أو ضمان دراسة أو فتح تخصصات تواكب هذا التحول الطاقوي في الجزائر. أهميتها الآن بروفيسور لضمان المورد البشري المؤهل لمرافقة هذه الاستثمارات. نعم، المورد البشري المؤهل هو ركيزة أساسية لهكذا مشاريع، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان. فبالنسبة للطاقات المتجددة بصفة عامة، يعني هناك يعني تخصصات قد تم فتحها يعني منذ، ما نقولش مش اليوم والله، يعني من أكثر من 20 سنة أو أكثر، يعني كانت هناك يعني تخصصات سواء على مستوى بيسمى بما بعد التدرج أو على مستوى التدرج، يعني هناك تخصصات. اسمح لي فقط نعطيك بعض الأمثلة. يعني هناك في الجزائر بصفة عامة تم فتح تخصص في النظام القديم، في النظام القديم فيما بعد التدرج، الماجستير في الطاقات المتجددة، كذلك ما يسمى بمدرسة الدكتوراه في الطاقات المتجددة. ثم عندما يعني كان نظام الـLMD فتح الليسانس في الطاقات المتجددة والماستر في الطاقات المتجددة، وكذلك هناك ما يسمى بالدراسات ما بعد التدرج المتخصص أو ما يسمى بالـCJS. هناك يعني هناك تخصصات قد تم فتحها على مستوى بعض المؤسسات الجامعية. كذلك أمر أساسي هو نتكلم عن مخابر البحث ومراكز البحث، لأن هناك في من 2008 هناك عدد هائل يعني من مخابر البحث تم فتحها على المستوى الوطني، ومن بين هذه المخابر هناك مخابر بحث متخصصة في مجال الطاقات المتجددة. نرجع إلى سؤالكم إلى ما يسمى إلى التكوين في مجال الهيدروجين الأخضر. يعني وزارة التعليم العالي يعني في الآونة الأخيرة اليوم هي تواكب العصر، لا أقولها يعني تواكب العصر، اليوم راهي كذلك تواكب ما يسمى بمشروع الدولة الجزائرية. اليوم وزارة التعليم العالي كذلك تفتح الهيدروجين الأخضر، ونحن نقول بأن المورد البشري هو ركيزة أساسية لهكذا مشاريع. فربما ربما ربما يعني ليس فقط هذا التكوين في الجامعة وكذلك في هو ذلك عنصر أساسي ومورد أساسي بشري لهذه المشاريع. على ضوء كل هذا دكتور، كمحصلة لكل ما ذكرناه، هل اليوم القدرات أو إمكانيات الجزائر في إنتاج الطاقات النظيفة بشكل عام سيسمح لها بأن تضمن انتقال طاقوي وتضمن أيضا طاقة للمستقبل؟ نعم، الجزائر باختصار يعني من قدره خاتمة كخاتمة قلت لها كل المؤهلات، لها كل المؤهلات بأن يكون هناك إقلاع، إقلاع أنا سميت العبارة عبارة إقلاع طاقوي، إقلاع طاقوي مضمون بالنسبة للجزائر، لأن لديها كل المؤهلات
فقط يجب ان تكون هناك اراده، والحمد لله التمسنا هذه الاراده. اذا الاقلاع الطاقوي سيكون ان شاء الله واعدا، والجزائر ستمضي كما نقولوا يعني قدما لان تكون قطبا طاقويا بامتياز، وكذلك ان يكون هناك يعني ان شاء الله يعني نتمنى هذا ان تكون مشاريع اخرى استثماريه في مجال الطاقات المتجدده، ونتكلم على ما يسمى بالامونيا الخضراء. لا ننسى ان هناك الامن الطاقوي وهناك الامن الغذائي، لان عندما نتكلم على الهيدروجين الاخضر في السرير، الهيدروجين الاخضر هو ناقل طاقوي ممكن ان نستعين به لما يسمى بانتاج الامونيا الخضراء التي هي اساسيه للامن الطاقوي، عفوا للامن الغذائي. وبالتالي اذا تكلمنا عن الهيدروجين الاخضر رانا نتكلم على شيئين، نتكلم على الامن الطاقوي والامن الغذائي، لان الامونيا الخضراء هي عنصر اساسي للامن الغذائي. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به البروفيسور علي شقنان الخبير الدولي في الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، جزيل الشكر لك. شكرا سيدي. العفو. إلى موضوع آخر، مشاهدين، أصبحت السيارات القديمة موضة لدى بعض الجزائريين في أعراسهم، سيما وأنها باتت تضفي على مواكب الزفاف صورة جميلة تعكس الثقافة والأصالة في الأعراس الجزائرية. سارة أجعود في هذا التقرير. سيارات تعود للتسعينيات أو لفترة زمنية خلت، يعتبرها البعض رمزاً من رموز التراث الجزائري. ورغم وجود السيارات الفاخرة، إلا أن مواكب الأعراس في الوقت الحالي تشهد هذه السيارات، خاصة إذا كانت العروس باللباس التقليدي الجزائري. العراس هادو كاين اللي يحبوا السيارات القديمه، على جال اللي يحب اللي شغل يعاود يحافظ على التراث، يعني كاين اللي تحب زعما تخرج بالعجار والحايك وكامل. هي كيما اليوم ان شاء الله عندنا عرس ديمونداو سياره قديمه، راح ندي لهم هذه. والله ما عندها ثمن يا اختي، كل واحد وكيفاه وعلى حسب كيما يقولوا على حسب الكوستو. وانا بار برانسيب باش خيرت الدو شوفو، شغل عندي قصه معها مع راجل بون فاميليا، يعني كانت عنده 11 ليستون اللي كان بابا حاب يشريها عليه وشغل بدلو، فهمتي؟ هي سيتادر كي بدلو شغل عشقت فيها مليح، وقدرت نوفرها لبابا ونوفرها للعراس ونوفرها شغل كلاس كسياره خاصه ديكوراسيون عريس وعروسه من الفوق، شغل حاجه بزاف شابه بارابور لحاجه واحده اخرى، ما تعطيه هيبه في طريق. ايه، والعروسه كي تكون خارجه من دارها بالحايك ما يمشي يخرج عليها غير كاتسونتروا ولا اير دوز. صيانة السيارة القديمة والحفاظ على جمالها الخارجي يرتبط بالخبرة والتجربة، سيما وأن قطع غيار هذه السيارات ينعدم في كثير من الأحيان. خصوصا لا بياس، سي تادير اون توبليجي دو فير دي موديفيكاسيون افان داسيغ يعني لا مانتينونس دو لا فواتير. دوك الواحد كيفاش كاين 61 كاين 62 63 64 كيما هذه 84 الفين، هذه اصلها سياره رياضيه كما يقولوا تاع زمان. بهذه المنبهات المختلفه والطريقه البسيطه تزين المواكب لترسم لوحه فنيه تعكس الأصالة والثقافة لدى الجزائريين في أعراسهم. نشير الآن مشاهدين إلى هذا التنبيه لمصالح الأرصادية الجوية الذي أفاد بسقوط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لغاية منتصف الليل على عدد الولايات الجنوبية، هي كل من طمن راس وبرج باجي مختار وعين قزام. الآن مشاهدينا حديث الصحافة مع إبراهيم. صباح الخير إبراهيم. صباح الخير مولود، أسعد الله بكم، أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام. جولتنا عبر الصحف في حديث الصحافة بعد الفاصل.